الو، شلونك؟ شو الاخبار؟ شنو ما اشتقتي لي؟ زين، شلون الاهل؟ شلون الجامعه؟ شو الدنيا وياك؟ شلون شغل الجامعه؟ لا لا، طيش ما طيش، ما اشتقتي لي؟ ما اسمع. زين، متى اقدر اشوفك؟ ها؟ بس ايش رايك باكر اشوفك؟ يلا عاد لا تغلين، خلينا نشوفك باكر اريوك. ايه انا عازمك بعد عمري، والله ترى وايد مشتاق لك. يلا ماشي، باي. صباح الخير. صباح النور. شنو الموضوع المهم اللي تبيني فيه؟ خليني اطلب بالاول بعدين نسولف بالموضوع. ترى خرعتني، يعني شنو فيه؟ ماكو شيء. اكيد اكيد بعدين نسولف، خلنا ناكل بعدين نسولف. انا جابوا لي هالقهوه هذه مخصوص، قلت عاد اشربها بروحي، ما ينفع اشربها وياك. قمت حاتي جيمس، صار وياك ما قلتي لي؟ نفس ما قلت لك على الواتساب، الشيء اللي كنت خايفه منه قلت خل اسويه. وديت البنات عندي، يدتهم وعند ابوهم، قعدوا واستانسوا وردوا، ما في اي مشاكل. تمام، ليش متضايقه انت؟ انا من قال متضايقه؟ انا مو متضايقه. نادية، من عيونك اعرفك، ايش فيك؟ فيصل خايفة، خايفة من منى مياسة بناتي. ايش فيهم؟ ما تدري امس رادين يتذمرون من عجبتهم الشقة، يقولون هناك العابنا ومكاننا وهذا بيتنا ضيج وغرفنا صغار. ما ادري ايش اسوي. يا هال نادية، من صدق تحطين حالك حالهم. باكر يكبرون يفطنون، يعرفون اللي انت سويتيه ويا ابوهم، صح؟ أنا خايفة من يكبرون يلوموني، خايفة يدتهم تفرمخهم وتخليهم يحنون على أبوهم، ولا يكبروا وأطلع أنا الغلطانة وحارمتهم من أبوهم. أنت عارفة شنو مشكلتك؟ شنو مشكلتي يا طبيبي النفسي؟ إنك مو عايشة يومك، يا تفكرين بالماضي وتحرقين عمرك عليه، يا تفكرين بالمستقبل اللي ما ندري الله شنو كاتب لنا. والحاضر شنو في فيصل عشان أفكر فيه؟ في أنا وأنتي. تركي عنك سوالف محمود وعيالك، علاقتنا ما تستاهل احد يفكر فيها. انت شنو تقصد بالضبط فيصل؟ احبك يا نادية، لا طالعني كذي، احبك. لا تقولي لي مطلقه وانا اكبر منك، الامور هذه ما تعني لي كلش. قربيني منك، خلنا نشيل جزء من همومك. ما ادري ايش بعدتني عنك، مو معقوله ام حاسه فيني. فيصل، انت تدري شنو معنات الكلام اللي قاعد تقوله؟ شنو معنى كلامي؟ معناته اذا انا ارتبطت فيك، هذا المجتمع كله بيكون ضدي وضدك، واول شيء يلوموني انا لاني اكبر منك. يقولون خذت واحد شباب اصغر منها وعافت بناتها وتاركه ريلها وبناتها ودايره ورا وناستها. لمتى بندفن راسنا بالارض عشان كلام الناس؟ ايش ما نعيش حق عمرنا؟ انت تحبيني ولا لا؟
فيصل روح مكتبك، مو وقت هاي الحكي. تحبيني ولا لا؟ روح مكتبك. حتى لو ما تجاوبيني باين من عيونك كل شيء. سيد قهوتي تبي تذوقينها؟ مشكور ريت وهني. ايش فيك تطالعني كذا؟ ترى انا ما اكل وايد بس لاني ما تعشيت امس واحس اني وايد جوعانه. يا مهود عليك بالف عافيه. ريم. وهذا انا خلصت اكل. ما راح تقول لي شنو الموضوع المهم؟ ريم أنا أحبك. ريم نبي نحدد موعد المهجة. قصدك العرس؟ إلا ما أنا ماني قادر أتحمل أكثر من كذي. أبي أكون معاك بيت واحد. أبي أشوف عيونك شو أتأمل فيها. ريم أحبك والله العظيم أحبك. ريم أبي أمسك إيدك وأحس بأمان. أبي أكون قريب منك أكثر. أبي أصبح عليك وأمسي عليك. ريم إيش قلت؟ أنت حلمي. وأتمنى يتحقق اليوم قبل باكر. بس خلاص هيك. خليني اكلم امي واتفق معها اتكلم امك ونخلي المنجه محفوفه يعني بين الاهل واللي يعزون علينا. ألو، هلا ريم، هلا حبيبتي. شفيت 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 حبة 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 حبة. شنو؟ يعني شلون كذي فجأة؟ فجأة استعير موضوع الزواج. أوكي. ريم يمكن قاعد يلعب عليك. ما يصير كذي فجأة. فجأة قرر الحين الزواج ها؟ زين ريم، شو أدق عليك؟
خلاص ما فيني شيء. خلي الشذي طايرة ولا الحب. باي. ماشي. ماشي، ماشي بس. أنا تسوي فيني كذي ها؟ هعلمك من الوقف. هعلمك من اللي راح تكون جد كلامها. هالزواجة ما راح أخليها تتم. ما راح أخليها تتم. لازم أتوبك يا عادل. أدق على ريم. ريم أنا جايتك الحين. حلي جايتك. أبيك بموضوع. أنا أموت وأعرف شنو هالموضوع الضروري اللي ما يتأجل حق باكر. إيه ماكو موضوع. إيه نوف إيش فيش ترى خرعتيني. ماكو شيء. فزي تبين ندش داخل؟ لا الجو حلو أبي أوقف برا. إيه شكلك ما يطمن إيش فيش قولي لي. ري ماكو شيء. أكيد. أكيد أكيد. عيل سمعي سالفة بسام. ما كملت لك اياها. قال لي راح يسوي لي العرس على 3 ليالي. ليله للحريم وليله للريايل وليله ميكس. وتخيلي منو راح يجيب لي؟ راح يجيب لي نوال، وانت تعرفين انا ايش كثر احب نوال. وراح يلف فيني العالم كله. ومو بس شهر. لا راح نروح شهرين. ما اعرف وين اروح. إيه وبعد قال لي راح يشتري لي شبكتين. أنا راح أختار شبكة ألماس. بس الشبكة الثانية محتارة. تتوقعين أخذت ذهب أبيض ولا ذهب أصفر؟ ريم أسألك سؤال. شنو؟ أنا شنو علي لك؟ الحين جيت طاقة درب من بيتكم لهني عشان تسأليني هالسؤال؟ ريم أنا شنو عني لك؟ دي أختي، صديقتي، حبيبتي، دي توأم روحي. أنا صدق الله ما رزقني خوات، بس الله عوضني فيك. أنا وايد أحبك نوف. الله لا يحرمنا من بعض ولا أي اليوم اللي نفترق فيه. أنت شلون تفكرين كذي؟ شلون تسوين كذي؟ لحظة ريم. نوف أنت من صدقك؟ لا تسمعي المطر. أنت مجنونة؟ أنت شلون تفكرين كذي؟ قولي لي شلون تفكرين؟ ما راح تجين عرسي أنا وبسام؟ على بالك إذا أنا خليتك أمي راح تخليك؟ شلون ما تجينا عرسي انا وبسام؟ قولي لي شلون؟ ريم مو انا جايتك بخصوص بسام. انت ما تعرفين شنو يصير فيني انا لما اسمع اسم بسام؟ بس من اشوفه احس الدنيا كلها تضحك لي. واحس انه في فراشات وقلوب. ما ادري ما ادري نوف. بس احس بحلاوه الدنيا. ادري 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 انا حافظه نصايحك انت وامي حافظه الاسطوانه لا تحاتي روح اجمع نصايحكم كلها على كتر.
راح اسمع عن نصيحة واحدة ولا ثنتين. لاني اعزك وايد. بس انا اسوي كل هذا لاني فانا لا 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 ريم لحظة. ريم بس ما بتحرش فيني. انا ادش بينكم واحاول اصلح الموضوع. شلون؟ تعطيني رغمة وادق عليه. صدق نوف؟ بتسوين هذا عشاني؟ اي اكيد بسوي هالشيء عشانك، انت ما تدري شغالاتك عندي. انا احبك وايد. والله نوف عمري ما راح انسى هالموقف طول عمري. انت نوف من متى تعرفينها؟ نوف؟ نوف من يوم احنا كنا صغار في المدرسة مع بعض والحين بالجامعة مع بعض، كانت 24 ساعة ببيتنا لأنهم جيراننا، بس بعدين انتقلوا وراحوا مكان ثاني. يعني أنا ساعات أحسها مو بس صديقتي، أكثر من أختي. بس عشان تعرفين من يحبك أكثر، أنا ولا بسامة ومالك؟ ترى أنا أحبك وايد والله. أنتي أختي لا تقولين كذي. عمري المهم ترى أنا ما راح أنام إلا لما تبين تقولي لي أول بأول إيش صار، أوكي؟ مسوية بنفسك كذي عشان واحد تافه نفس هذا. لو سمحتي لا تقولين عن خطيبي تافه، احترميني على الاقل. ريم ترى انا كلمته بس بعرف ما يتشن ولا وين بيوصل. يوم دريت انه هو كذاب ومحتال ما رضيت، قلت له ترى انا راح اقول حق ريم كل شيء. فهو خاف عشان كذي استعجل موضوع الزواج. ريم انا ما ارضى عليك، هذا انسان خاين وما يستاهلك. ريم ريم اسمعي كلامي، اذا انت اذا انت انت, انت, انت مو مصدقتني صح؟ هذا الواتساب، هذا الواتساب شوفي. شو هذا بسام اللي انتي طايره فيه؟ اقري اقري. ريم انا رفيجتك، انا كنت خايفه عليك وما احب انه هو يلعب مشاعرك. انتي وايد تحبينه وانا اشوف الحب عيونك دايما، بس هو حقير وخاين ما يملي عينه غير التراب. صدقيني انا رفيجتك من واحنا صغار صح؟ ريم شنو يعني هذا؟ شنو؟ لا قولي لي انت شنو؟ لا ريم 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 شنو؟ ما راح تخليني صح؟ والله ما تخليني ريم، والله ما تخليني ريم. ما ادري سويت هالشيء عشانك ريم. سويت هالشيء عشانك تطلعيني. انت شنو؟ انت منو؟ طلعيني قولي لي انت منو؟ انت منو؟ انا فشتك اختك اختك. مرحبا. هلا ست منال، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله حبيبتي. نفنوفي خلص؟ ايه حبيبتي جاهز، يلا اعطيني دقيقتين وجهز لك. اوكي حبيبتي. عفوا اختي انا اسف، بس بغيت اخذ رايك بشغله. صراحة عيد ميلاد اختي باكر، فانا محتار شنو اخذ لها. يعني انا قلت انتم بنات تعرفون حق بعض، ايش رايك بهذا؟ اول شيء اخوي انا ما اعرف اختك. ثاني شيء اذا انت بتاخذ رايي فانا نصيحه مني اخذ لها عطر، لانه ممكن اذا اخذت لها شيء ما يعجبها. صح صح كلامك، شلون طفتني هالفكره هذه؟ تفضلي ست منال، هذا الفستان حبيبتك. يسلم. تمام حبيبتي، سلمي على الماما حبيبتي. باي باي. يلا مع السلامة. باي باي. ايش قاعده هني وداقه علي؟ تعال بسرعه خراتيني، صاير
انت قاعد تبكي؟ ايش فيك؟ احرق الدنيا ولا اشوف دمع تنزل من عيونك. ترى تحبني؟ من صدق الحين جايبتني هني عشان تسألين هالسؤال؟ تسألين ايش كثر احبك؟ سؤال ما تسألي لي اياه. اسألي قلبي. قلبي يرد عليك. اي ما انا احبك واعشقك واموت فيك. احب اشوف عيونك. احب اشوف ابتسامتك الحلوه. يعني كلمه الحب هذه أنا حق المراهقين. أنا مو بس أحبك بما أنا حيمان فيك. دشي داخل قلبي وشوف إيش كثر أنا حيمان. ليش ما أحس بالكلام اللي تقوله؟ ليش أحس كلام كلام؟ ما تأثرت والمفروض هذا الوحدة لما خطيبها يقول لها كلام حلو كل ما ينط من الوناسة. تخيل قلبي حتى ما دق. ليش ما حسيت؟ يعني أنا ما أحس. ليش قاعد تقولين شيء صاير؟ أديك كذاب. ليش سويت فيني كذي؟ ليش؟ أنت فاهمة الموضوع غلط طريق. ليش نوم؟ أنا شفت مسجاتكم بعيني. شفت الكلام اللي تقوله لي تقوله لها. أنتوا أحقر اثنين عرفتهم بحياتي. للأسف. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالخير عمي. صبحك الله بالخير. شلونك؟ ان شاء الله مرتاح. الله يسلمك. شلونك يبا؟ الله يسلمك عمي. اخبارك؟ كيف حالك؟ الساعة المباركة. ساعتك ابرك، سامحني يا عمي بس قلت قريب يمك حياك امرك بدال لا ادق ادخل امر مرة واحدة. حياك الله، عاد من زمان ما جيتنا. عاد يا عمي الدنيا تلاهي لاهي مع هالولد وهالبيت ومشاغل الدنيا. الله يحفظكم ان شاء الله. امين الله يسمع منك يا عمي. بصراحة عمي انا ترى ترددت وايد قبل لا اجيك. وما عرفت إذا أكلمك بهالموضوع ولا لا، بس أنا من بعد الله مالي إلا أنت، أنت عمي وحسبة أبوي بعد. والمشكلة تخصك مثل ما هي تخصني. وإن شاء الله يا رب ألقى حلها عندك. الموضوع يخص زوجتي آمال. إيش فيها آمال؟
ايش المحاضرة؟ عال في دكتور صاحي يقول انه والله الموضوع اللي... شفتي هذا اللي سويتي راح خليك تعزفين على قد شعر راسك. ابي نجاح. شوف ولك انا. ما تعرفين انا مو صاحي. يلا دلفي. دلفي عيوني لا تشوفك مرة ثانية يلا. قلت لك دلفي. ناسي سويتشك؟ إيه كاهو. نادي أشهدت وايد ترى بينهم تبديل. وانت صاج إن شاء الله أبدل هالشهر الجاي إن شاء الله إذا ما طلعت عندي مصاريف تدري بعد شكوى لله المعاش من أول أسبوع يعطيك عمره. أنت من النوع هذا اللي معاشي يخلص أول أسبوع؟ لا مو كذي بالضبط بس تدري انا عندي بنات ومسؤوليات ومصاريفهم والمدارس والاجار شكوى لله الواحد شو يقول بعد ابوهم ما يعطيهم فلوس ابوهم فرقا عيد ابوهم حافي منتف معاشه كله رايح على الخصومات على هالسم الهاري هذا اللي قاعد ياخذه عسى ربي لا يبلي احد فيه انا اذنك انا بمشي صدق انت عجبني قوتك قوتي واحده تصرف على نفسها وعلى ثلاث بنات وشايله هموم الدنيا على راسها مع هذا تضحك وتقشمر من يصدق يقول عندك كل هالظروف انا املي بالله قوي حاسه ان ربي بيعوضني بعدين تعال اقول لك الحين اذا شلنا هموم الدنيا كلها على راسنا شنو بنستفيد خلينا متفائلين عدل ولا لا ابتسامتك وايد حلوة. ترى أنا ما أعبر على هالحكي. والله بتبتلش فيني. مو أنا أبي أبتلش فيك، أنتِ ما أنتِ عارفة شنو صرتي بالنسبة لي. ما أقدر. يلا أنا أبنك. وشلون يفلون كذي؟ شنو؟ لعب ياله هو؟ هدي بالك بس يا عادل انت ما تدري ايش السالفه. وين ريم؟ ناديني بخلاص اسمع منها. ايش تبي فيها وانت ما تدري ايش السالفه مسكينه هي منصدمه الحين وقاعده وحالتها حاله. شنو حالتها حاله؟ بنتك ما تصيح على ويها، حاذفه الدبله بوي الريال، ليش سويت كذي؟ هذا واحنا معلمين احسن تعليم واحسن تربيه، وين الاصول اللي تربينا عليها؟ حاضر حاضر الحين افهمك كل شيء بس الموضوع حساس. لا حساس ولا شيء تكلمي خليني افهم. البنيه انصدمت ما تدري. تحكي. وين تأخرت هذه؟ هلا 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 باختي العزيزة هلا أخلص وين أمي؟ أمي؟ المطبخ نوف أبيك مجموعة تكفى فؤاد مو اليوم ترى حتى نفسي مالي خلقها نوف والموضوع اللي أبيك فيه ما حد يقدر يساعدني غيرك أخلي عندك نوف شفت بنت المجمع وعجبتني وايد وايد يا نوف بنت جميلة وأنيقة شو أقولك وقفت المجمع على ريل واحدة تدرين بأخوك ذيب طلعت عنها معلومات البنت تدرس معك بالكلية أصغر منك مو بدفعتك شو المطلوب يعني أبيش ترابجينها يا صارت رفيجتك يعني بيصير تغارب بيني وبينها عن طريقك عرفتي؟ شو اسمها؟ منال السندي يلا نوف شفيك؟ شنو منال السندي؟ منال السندي طلب وجهك انت؟ شنو وجهك الكفته؟ اي والله منال السندي هي نفسها
أنا أقول لك من اليوم دشت مجمع من محل لمحل من محل لمحل، ماكو ماركة ما أخذتها، منال السندي نفسها، أنا ما صدقت. منال السندي؟ إي منال السندي. هي نفسها. أصلي ولا تقليد؟ لا الأصلي. زين قول. المهم البنت هذه اللي صارت من نصيبي يعني بيحوشني الخير. واللي حاشني الخير هم بيحوشك. وبساعتها بتغيرين جنطتك هذه الخايسة. ها؟ تيشيرتي هذا اللي ما ادري هو لونه ابيض ولا رصاصي بيتغير، كل شيء بيتغير، كل شيء يا نوف. اقول وانا ايش يضمني اذا ياكل خير ما تعطيني؟ افا انا في مره وعدتك بشيء ما سويته؟ افا وانت ايش اللي سويته ان شاء الله؟ المهم امي ما بيها تدري بشيء، امي لو درت عن موضوع الفلوس راح الفلوس كلها. خلاص بساعدك. عافيه عافيه عيش الطوره. بس جنطتي ترى ما فيها شيء. روح غير ملابسك. روحي. والله متعينة فؤادو. شو يسويها؟ مع انه كذاب انا عارفه. منال السندي. منو معاها؟ منو أعرف؟ إيه، أدق أتأكد. لا والله، هذا اللي ناقص بعد. أنا أبي أفهم، أنت شلون تسمح حق ولد أخوك يتحكى فيني بالشينة؟ الريال ما ياب سيرتك بالشينة ولا شيء، بالعكس، كان يتكلم بمنتهى الاحترام. بعدين ما فيها شيء اذا نبهنا عن شيء احنا ما ندري عنه. مو احسن ما يخلي بقلبه وباكر يترك بنيتنا بيته في سبيتها. اسكت، يترك بنتنا. اقول انا بفهم، انت معنا ولا معاه؟ بصف منه بالضبط؟ يا عمري الريال ما غلط. الريال جاي يشتكي من بنتك اللي هامله بيتها ومراكض وراك من عرس لعرس، من مجمع لمجمع. البنت وراها بيت، وراها مسؤوليه، وبصراحه الريال معاه حق. شوفي يا سناء، لازم تكلمين بنتك وتحسمين معاها الموضوع، ولا ترى يمكن ما يحصل طيب. عاد انا كلش الحين خفت منكم حبيبي. انا الزم ما علي بنتي. وين رايحه يا عمري؟ ايش بتسوين؟ مو شغلك اسكت. امال تعالي البيت الحين، ابيك بسرعه. اي ابيك بسرعه بموضوع ضروري. يلا ناطرتك. يعني لازم تخرعين البنت وتعفسينها؟ اوه كني. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش في هذا بعد؟ ايش دراني؟ تسأليني انا؟ اهو قدامك تسألي. ريم يبا لا تبكين، دموعك غالية علي يا يبا. صبري. يبا حمدي ربك، حمدي ربك ان الموضوع صار الحين احسن ما يتطور بعدين. والحمد لله ان الله كشف لك. والحمد لله بس. يبا انتي وايد طيبة وعلى نياتك وقلبك أبيض، الله راح يرزقك بريال أحسن منه. والله بيعوضك بحياة أحسن من هذه بعد يا يبا. يبا حسن يبا اختلق. ما تلامين يا يبا، ما تلامين. يبا احنا غلطانين، سامحينا.
احنا اللي ما سالنا عنه. الحين احنا ما سالنا عن ولد عدل وما عرفنا اخلاقه. سامحينا يا يوبا. بس يوبا بعد كان المفروض ويلي المفروض تروحين بروحك تفاهمين معاه. صح يوبا؟ يوبا يوبا من حضرتي ما عرفت اتصرف. وين على الله؟ أنا توني داش البيت، ما يمدي بتطلعين. سوري حبيبي، بس أمي داقة علي وشكلها عندهم مصيبة، فالله يستر يعني. لا عادي خلاص، المهم روحي لهم وطمنيني عاد قبل ما توصلين. إن شاء الله. سوري يا كينها، المفروض إن أنا ما أطلع وأنت توكي هاي من الدوام، بس شو أسوي مضطرة. لا عادي لا تأسفين. لاني زعلان وانا متضايق. اوكي. المهم ديري بالك بالطريق برا زحمه الحزه الشوارع. ان شاء الله. انا قلت حق ماريا تذهب لك الغداء، اوكي؟